عليكم كدارين، لاباس عليكم، اموركم هانيه. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. كي دوزتوا نهاركم اليوم؟ نتمنى ان شاء الله النهار الاول يكون داز عندكم سهل وتكون الامور دازت كلها ميسره. بون هنايا كنت عاد دخلت من الخدمه، انتم كما كتشوفوا باقا بجلابتي. بارطاجيت معكم هذا الاشوار، هذا خديته ب 240 درهم عند صحاب الكرو اللي كاينين حدايا اللي كيبيعوا الاواني. بان لي صراحه زوين، كيف ما شفتوا تقدروا تخدموا بجوج الماس، كيف ما تقدروا تخدموا بربعه الماس، نتوما كتختاروا اللي بغيتوا. في لا غارونتي ديال عام، كيخدم 300 واط، السعه ديالو يترو 700، واللي عجبني فيها البنات في الداخل نتوما ما فيش الفيسات، يعني ما تخافوش من الصدى نهائيا. المهم تيبان ليا هكا كاليتي مزيانه، وفيه بالنسبه للاستعمال فيه واحد وجوج كتستعملوا كيف ما بغيتوا. اول حاجه كنبدا بها هي التحليه، الحاجه اللي كتبغي تبرد هي اول حاجه كنديرها. خديت هنايا الاوريو او بديل الاوريو، انا هنايا استعملت ايو، خديت 7 الباكيات اي ما يعادل 21 قطعه تقريبا، ديك 200 غرام هكاك. غادي نديرها في الاشواغ وغادي نطحنها. انا ما كنحيد لا كريمه لا والو، بلا تعقيدات بلا ما نضيعوا الوقت غير باش نحيد الكريمه ال 21 حبه شويه قاصحه. صافي كنطحنها مزيان، ما كنخليش مهرمش، بغيتو يكون بودره. صافي من بعد كناخذ زبده كنديرها كتذوب، كنخليها شويه يحيد منها داك اللبن اللي كيكون فيها، يعني ما غنخليهاش تتولي بغنوازيت، او ميم طو ما غاديش نخليها باللبن ديالها باش ما يجينيش في البسكوي فازك. صافي وغادي نضيف. انا صراحه ما تنقيدش بواحد الكميه معينه ديال الزبده، غير كنبدا نضيف تدريجيا وكنبدا كنخلط، لان البسكوي ديجا خلينا فيه الكريمه، راه هنايا ما تياخدش لينا كونتيتي كثيره ديال الزبده. صافي غير اون فوا كيبدا البسكوي كيتجمع كنحبس، كنجيب المول. هنايا المول اللي خديت صغير فيه 24 سنتيم في العرض ديالو اولا في القطر ديالو، كنحاول بهكا بيديا نوزع البسكوي على المول كله مزيان، يجي هكا متساوي في الجوانب كاملين. ومن بعد كناخذ هكا معلقه باش كنسرح بها مزيان باش كيقبط ليا البسكوي لا فورم ديالو، كيجي متماسك. كنغطي وكندخلو للثلاجة باش ديك الزبدة تخلي البسكوي يزيد ملي تبرد يزيد يتماسك اكثر. ندوزو دابا باش نحضرو الطبقة الثانية ديال اللي كتكون كريمية. كناخد هنايا واحد جوج معالق كبار ديال النشا كيف ما شفتو في الفيديو، المعالق راه تيكونوا عامرين مزيان. كنضيف ليهم 4 المعالق ديال السكر، هنايا اختياري ما بين 4 حتى 6 المعالق، كيبقى كل واحد على حسب الذوق ديالو. وكنزيد ساشي ديال الفاني. وبالنسبه للحليب عندي هنايا نص سيترو ديال الحليب. بالنسبه لي كيبي الطبقه تجي عاليه تقدروا هنايا تضبلوا المقادير، يعني غديروا يترو ديال الحليب. انا كنبغي غير شويه ديال البسكوي شويه ديال الكريمه، لان في 3 طبقات ما كنبغيهاش تجي عاليه بزاف. كنعبر هنايا بهذا الكيال هذا اللي فيه 100 ملل، سكيل فيدرت 5 ديال الكيسان منه، 5 العبارات. وهنايا هاد المرحله هذه اللي غادي نضيف دابا ديال كريم فريش كتبقى اختياريه، الا بيتو الا عندكم متوفره زيدوها كتعطي واحد القوام كريمي، كتجي الكريمه ديالكم احسن. وزدت ملي زدت الكريمه وليت زدت واحد المعلقه ديال النشا. صافي كندير الكل فوق النار مع التحريك المستمر، راكم عارفين النشا دغيا حتى كيتعقد عندي الكريمه كنزولها. وخديت هنايا 7 ديال البسكوي وكنقسمها على 4، كل بسكويه كنقسمها على 4. من بعد غادي نخلط بالخلاط، ولكن حاولوا ما تخلطوش بزاف باش ما يتفرتتش لكم البسكوي، نخلطو غير بشويه. غادي نخرج التشيز كيك او الطبقه ديال البسكوي ديالي من الثلاجه، وغادي نصب الكريمه فوق من البسكوي على اساس انني غادي نوزع البسكوي فوق هكا البسكوي اللي كيكون في الكريمه استسمح. غادي نوزعو مزيان، لان فاش كنجيو كنصبو خليط ديال الكريمه
البسكوي كيجي في واحد البلاصة، يعني ما كيجيش متوزع فوق في الكيكة عندنا او لا في الحالة عندنا. صافي كنحاول هكا نوزعو كي قلت لكم، وكان بازي على الجوانب، كنحاول البسكوي هكا ندفعو الجنيبات باش منين نجي نديمو ليها من المول يبان البسكوي وسط الكريمة، كيعطي حتى في الشوفة كيعطي منظر زوين. هنخليها تبرد على برا، عاد ندخلها للثلاجة تزيد تبرد مزيان. عندي هنايا الطوماط السوريز من نوعين ديالها بجوج، الطويلة استسمح والطيرة، شديتهم درتهم في هكا كوكوت، ما سديتش الكوكوت وغطيتها ورديتهم تيطيبوا فوق نار مهيلة، على أساس بغيتهم الحريرة وبغيتهم حتى البيتزا، داكشي علاش ما درت ليهم والو. كيف ما عارفين البنات راه التحضيرات ما وجدت والو اليوم، داز عندي صراحة قاصح وقاصح بزاف، وغير من الصوت ديالي غادي يبان لكم ضربني البرد في الروح، مشكيت عليكم البنات والحلاق مديرين ليا حالة. المهم دست الربيع اللي كنت غسلت معاكم البارح راه شفتو في الفيديو اللي قبل، جيت كنقطعو بهاد الاشواغ ومن هاني تجربتو، خدمت بيه في البسكوي وخدمت بيه في الربيع والبصلة، صراحة زوين زوين بزاف. الا جينا نقارنوه بهذاك اللي عندي ديال البوش، هذا كيبقى احسن، وراه في الثمن هذا رخص من هذاك ديال البوش، لان ديال البوش كنت شريته بشي 300 يمكن و 49 الا مازال عاقله، المهم 300 وشي حاجه. قطعت الربيع وغادي قطعت الكرفس حتى هما اللي عندي، وغادي ندوز هنايا نوجد واحد الشرموله للحوت. عندي بغيت ندير سيجار معمر بالحوت، درت الربيع درت شويه ديال التحميره شويه ديال الهريسه، درت الثومه الثومه صحيحه وضفت واحد نص كنوره، ضفت كذلك صلصه ديال الطماطم مخفه شويه ديال الماء، كنضيف هنايا صلصه الصوجه، صلصه الصوجه دي اللي استعملت مخففه داكشي علاش كثرتها شويه، وضفت هنايا الصوص نيوكمام، هذه صراحه انا ما تنستغناش عليها هاد لاصوص في اي نوع ديال الحوت، سواء غادي نديرو مشرمل ومقلي سواء في الفران سواء اي حاجه، ديما كتلقاوها عندي. ما كنستعملش الملح البنات. ضفت كذلك هنايا الحامض وضفت العطريه ديال الحوت، والعطريه ديال الحوت كيف ما كتشوفوا عندي هذيك البيضه هي اللي استعملت هذه الخضره، وكنخلط الكل مزيان. عاد كنجي كنضيف الزيت البلديه، هنايا البنات جا عندي واحد المعلم ركب ليا واحد المرايه، داكشي اش كتشوفوني لابسه البينوار ديالي، بحكم راكم عارفين الكوزينه عندي مفتوحه على الدار ووقت الشغال، يعني ما عنديش كي ندير باش نمشي حتى وكنيسه لي، داكشي علاش اضطريت انني نلبس بينواري وكنشقى في الكوزينه. هنايا جيت خديت الحوت الابيض، غادي ندير ليه شويه ديال الكمون وشويه ديال الحامض، راه سواء في الشرموله او في هذا الحوت راه ما كنستعملش نهائيا الملحه كيف قلت لكم، لان خدامه بالحامض وخدامه بالصوص نيوكمام، اصلا هذيك الصوص مالحه بزاف. صافي غادي ندير كيف ما شفتوا الحامض والكمون، وغندخلو الفرن اللي ديجا شعلت عليه، ما غاديش نخليه بزاف باش ما يجينيش الحوت يابس، راه ملي كنخرجو كيكون نيت مازال تلقى الماء ديالو. وغادي ندوز باش غادي نطيب الحوت الاخر، عندي الكروفيت وعندي الكالامر، ولكن قبل كناخد البرو كنقطعو تقريبا واحد 3 ديال البروات صغار هما باش خدمت. غادي ناخد مقيله غندير فيها شويه ديال الزيت البلديه، غادي نضيف ليها كذلك هذاك البرو اللي قطعت، كي قلت لكم هنايا استعملت 3 ديال البروات صغار، رديت الحريره راه تتبان لكم الكوكوت، رديت الحريره باش نحيدها عليا حتى هي. غادي نجي ناخد هذيك الشرموله اللي صيبت، غادي نضيفها البرو وغادي نخليه نغطي عليه حتى وكان يطيب، وعاد غادي نحيدو ننزلو في شي اناء، ونفس المقله هي فاش غادي نطيب كلشي. هنايا علاش كنجي كنخدم الشرموله هكا في بول كبيره باش ما نبقاش كل حاجه درتها في المقله نبقى نضيف ليها العطريه كل ساعه، اللهم كنديرها هكا كونتيتي كثيره، وكنبقى كناخد منها القياس اللي بغيت وانا غاديه خدامه هكا احسن. المهم ادي في المقله ويدي عند الحريره باش هكذا راكم عارفين المراه اللي كتكون خدامه الصراحه والله العظيم الا راه اجرنا عند الله وصافي كيف كنقولوا، صعيب الحال كتضلي واقفه في الخدمه وتجي عاوتاني
توقفي في الدار، وسيختو راني انا بوحدي مع يدي بوحدي، يعني العوين ما كاينش، كتبداي محاربة انتي والوقت. صافي حيدت هنايا البرو، درت الكروبيت نفس الطريقة عاوتاني، غادي نجي نضيف ليه حتى هو شوية ديال لاصوص، وغادي نخليه حتى يطلق الماء ديالو. بطبيعة الحال ما غاديش نتسنى حتى ينشف من الماء، لان الا تسنيتو تنشف صافي غادي يفقد البنة ديالو. ماشي مشكل، غير اون فوا كنشوفو طاب كنشدو كنديرو فشي شبكة وكنخليه كيتصفى. خديت كذلك شوية ديال العطرية ديال الحوت، وشوية ديال الملحة، وشوية من كنور ديال الحوت، درتهم في بول ودرت عليهم شعرية صينية وخويت عليها الماء بارد. الشعرية الصينية بطبيعة الحال كنخدم ديال الرز وخليتها ترطاب. خديت شامبينيون وقتها وما خويت عليهم الماء طايب، خليتهم يرطابوا. وهنايا عندي شامبينيون طري قطعته، درته في مقيلة، درت ليه شوية ديال الزيت البلدية وشوية ديال الشرمولة وخليته تطاح. عاد زدت ليه شامبينيون نواغ مقطعين، بطبيعة الحال غسلتهم مزيان حيت يكونوا عامرين بالتراب. شحرتهم مع شامبينيون البيضين طريين شوية، عاد زدت ليهم الزيتون مقطع. صافي هنايا نفس الطريقة اللي درت الكروفيت هي اللي درت الكالامار. خديت هذاك الماء اللي تصفى من الكروفيت والكالامار، حيت كي قلت لكم غير كيطيبو كنحيدهم، ما كنتسناهمش تينشفو من الماء، درته في مقيله. وهذاك الماء زدت ليه شعريه الفيرميرسيل وخليتها شحرتها فيه باش تشربت هذاك البنه اللي طلقات. عاد جيت زدت ليها هنايا ديك الشرموله اللي بقات، الحوت الابيض خرجته من الفران نقيته، وزدت ليه حتى هو معلقه ديال الشرموله وخليته جانبا. مني كتشرب ليا الفيرميسيل هذاك الماء ديال الكروفيت، كنزيد ليها المكونات الاخرى اللي هي البارو والخليط ديال الشامبينيون والزيتون، وكنخلط مزيان. كنجي كنزل كل في واحد الاناء اللي كيكون كبير، باش هكا دغيا تبرد ليا الحشوه، لان الا عمرت بها وهي سخونه غتقطع ليا الورقه. صافي، وكنضيف ليها هذاك الخليط ديال الحوت كروفيت والحوت الابيض والكالامار، وكنخلط الخليط مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا راني ما تجيش عامره غير بالشعريه، ضروري ما حاولوا دائما الكمية اللي عندكم ديال الشعرية تكون قل منها، قل من الكروف، قل من الحوت اكثر منها. عفوا، هذا الشيء اللي بغيت نقول. غنجي دابا باش نصايب الطبقة الثالثة ديال الحالة اللي عندي هنايا، هذاك الشوكولات اللي كان شاط ليا من التمر اللي كنت صايبت تقريبا. هنا خديت نفس الكمية ديال الشوكولات، زدت عليها ديك الكمية اللي عندي الشوكولات، زدت عليها الكريمة ودرتها فوق النار حتى تسخنات الكريمة ونسجم الشوكولات معاها. صافي، كنجي كنخرج الحالة من الثلاجة، كنخوي عليه هاد الكناش ديال الشوكولا، وكنحاول كنوزعه بالخف لان الحالة بارد، دغيا كيشد ليا في دغيا كيبرد الشوكولات. وعاود دخلته للثلاجة خليته تيبرد. صافي، هنايا ملي بردات الحشوه زدت عليها الفرماج وعاد غادي نخلطها. خديت هنايا الزيت باش غندهن الورقه، درت فيها شويه ديال عطريه ديال الحوت، شويه ديال الملحه، شويه الثوم بودره، وشويه ديال الربيع باش تجيني الورقه من السما. نخلط الحشوه مزيان، كي قلت لكم الحشوه راه صافي بردات. غادي نجي ناخد الورقه ديال البسطيله، غنقطع على ربعه. عندي البسطيله هنايا الورقه الحجم الكبير. صافي، الجهه اللي كتكون ملسه دائما هي اللي كتولى لتحت، الجهه الحرشه هي اللي غادي نحط عليها الحشوه. عند هنا مزيان ما كنديرش نهائيا الزبده، وانا تنقولها لكم الورقه الا غندخلها للفران ما كنديرش ليها نهائيا الزبده. كنلف الجوانب صافي، وكنبدا كنلف مزيان، ما كنلصق لا بيض لا دقيق لا والو. كان يكفي انني كنحطها على الجهه الاخرى هي اللي كتولى لتحت. نفس الطريقه غادي نعمر لي سيجار اللي عندي، وكندير سيجار عامر، يعني الانسان فاش كيه السيجار كياكلو كيجي تبارك الله السيجار نيت عامر مزيان. صوبت هنايا البيتزا، ما صورتهاش معكم، لي فوم ديال البيتزا خديتهم. الناس اللي متبعيني قديم عارفين عندنا في السونتر كيبيعوا هاد المسائل هادو، دونك كيسهلوا عليا الخدمه بزاف. وهنايا حطيت الطبيله ديالي، هذا البلاطو ديال
المعسلات راه ديجا بارطاجيت معكم، شفتوهم، حطيت الحريره العصير شي. انا صراحه اللي درتو راجلي هو اللي كيتكلفو بيه دائما، هو اتاي هذوك الاختصاص ديالهم. سلقت البيض ضروري، البيض مع الحريره حنا عندنا شي حاجه اساسيه. صافي حطيت الاساسيات ديال الحريره، السلو، التمر، استسمح شباكيه، وهذه هي حنا الاوريو. وقتو هكا بانصاف ديال البسكويت، صراحه كتجي زوينه واخا ما كلاوهاش نهائيا. وهنايا هادو لي سيدات فاش طابو درت لهم الفرماج من الفوق، كانت هذه هي الطبيله ديالنا. هو نورمالمون صراحه ما كنديرو دائما واحد الحاجه مالحه وواحد الحاجه حلوه. هاد الشفاتيك الصغار لي تيشدو اليد ما كنعتمدهمش انا يوميا، غير دابا النهار الاول في رمضان كتبي هكا كنوعي شويه فقط، مع العلم انهم ما كلاو والو، راه الحاله ما تكلاش نهائيا. صافي درتو في الثلاجه وخليته. خرجت هنايا، هذه هي الزجاجه اللي قلت لكم جا المعلم ركبها، جيت باش نمسحها نحيدها عليا. صراحه فاش فطروا معايا، راه راكم عارفين انا ما تنصومش، يعني ما عنديش مشكل مع الفطور، شربت فقط الحريره وغير بالزز، غير بغيت باش نسخن الحلق ديالي ومشيت نعست. بنتي مسكينه هي اللي جمعت لي الكوزينه، غسلات الماعن اللي دار في لافيسيل دارتو، الاخرين راه مازال تيسمعوا ليكم في الكوزينه، ولكن ما عنديش الجهد اللي يقيسهم، غنخليهم حتى الغدا ان شاء الله. يلا طرفت هنايا نحيد عليا ديك الغبره باش ما ترونش ليا الدنيا. صافي مسحت هاد البلاكار هذا ومسحت الزاجه اولا المرايه. صافي وخليت الماء حتى الغدا ان شاء الله. هاد لاستيس البنات بغيت غير نوريهم لكم، هاد لي سيبور هادو اللي عندي، فين ما انا فين ما عندي هكا شي حفيره ولا شي حاجه كنشدها وكنعمرها بالخزامه، باش هكا كتبقى منها كتعطي الريحه ديال الخزامه منها. الا كانت شي ريحه خايبه راه كتمص هذيك الخزامه. دايرها في كاع لي سيبور اللي عندي، حتى هاد لي سيبور هادو اللي كانوا فيهم هاد الشميعات هادو الاخرين، حتى هما كندير فيهم هكا الخزامه كيف ما كيبان لكم. صافي كنجي كنمسح الغبره مزيان، كنقي كلشي. المهم اليوم النهار الاول الحمد لله داز شويه قاصح، كي قلت لكم غير بحكم العيا والمرضى هاد الشيء اللي خلاه داز عندي قاصح. ايوا لا اله الا الله الصبر، كي قلت لكم المراه التماره فين ما مشات الحمد لله على كل حال. المهم فاش ساليت مني فقت، ديت الواجبات الدينيه ديالي، دوشت، بدلت حويجاتي، صافي طرفت شويه ودست درت هاد الماسك هذا ديال مينيسو اللي ديما تنبارطاجي معكم، 3 ب 25 درهم. درت هذا ديال لالوي فيرا بحكم في معفيه السخانه، وكنت بغيت غير شي حاجه اللي تبرد لي وجهي. هنايا البنات غادي نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. السلام عليكم.